أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. الجماعة السرورية سواء كانوا بنجد أم كانوا باليمن هم يسخرون من أهل العلم ويجهلون أهل العلم، كما في جريدة السنة. أنا قد مدحت جريدة مجلة السنة، مدحتها وكذلك مجلة البيان، لكن سخريتهم بأهل العلم أنهم لا يعرفون شيئا من الواقع، وأن أولئك النشأ البادئين هم الذين يعرفون الواقع. المهم ماذا يا إخوان، من عادة من علامات الحزبيين أنهم يسخرون من العلماء ويزهدون في مجالسة العلماء، وهذا مما تقرب به أعين أعداء الإسلام، بل مما تقرب به أعين الشياطين، والله المستعان.